كيفكم شو اخباركم اليوم رح نعمل مع بعض احلى وصفة للكيك مع الشاي عشان لما نعمل شاي ونشربه يكون معاه حاجة حلوة ناكلها <applause> <applause> اكيد سمعتوا الامور الصغير شو حكى عن الكيك لما شافه فكروا بيتزا اول اشي رح نبدأ بوصفتنا رح نحط ثلاث بيضات فجات كبير وطبعا ما تنسوا اللايك والاشتراك يا جماعه يعني المتابعه مهمه جدا عشان استمر وانا احس انه صوتي وفيديوهاتي ووصفاتي كلها بتصلكم جميعا طبعا هلقيت هنحط نحط ثلاث باكيتات فانيلا وراح نحط بشر برتقاله واحده برتقاله راح نبشرها يعني كلها حنحط كوب وربع من السكر وحنضرب المكونات مع بعض بالميكسر وإذا ما فيش عندكم ممكن تستخدموا المضرب اليدوي بس أسهل عليكم ومن غلبة الخلط اليدوي سرعت لكم الفيديو عشان نطولش عليكم وهيك صار جاهز لونه شايفين كيف حنحط ثلث كوب من الزيت وحنرجع نضرب كمان مرة الخليط مع الزيت هيك صار ممتاز وجاهز الآن حنجيب كوبين ونص من الطحين راح نحط عليهم ثلاث باكيتات بيكنج باودر هاي باكيتات جاهزة يعني هي مقدارها بيكون فيها موجودة دايما عنا هنحتاج الآن كوب من عصير البرتقال لأنه هاي الكيكة بالبرتقال أه حبدأ أحط الطحين وححط كاسة البرتقال اللي هي كاسة عصير البرتقال وحضل اخلط طبعا وححط الطحين تدريجي والان انتو شايفين قدامكم اه سرعت شوية الفيديو علشان ما اطولش كمان اه هذا الفيديو سريع وخفيف والوصفة سهلة جدا وكل مكوناتها موجودة بكل بيت وصراحة الواحد يعني مرات كمان ممكن يجي ضيوف حلو لو كان عنده كيك يقدمه للناس وتقريبا هيك الكيكة صارت جاهزة الآن راح نحتاج قالب ممكن تستخدموا من القوالب العادية وتحطوا فيها سمنة بعدين تحطوا الخليط أو ممكن تستخدموا البايركس بصراحة أنا دليت على البايركس وحسيت أنه أسهل ورق الزبدة بصراحة وفر علينا تنظيف كتير للبايركس وحتى للقوالب فأنا صرت أستخدم ورق الزبدة في الأشياء اللي بتغلب بالتنظيف هشيل الفقاعات من الخليط باستخدام شوكة أو باستخدام نكاشة الأسنان طبعا نكاشة أسنان نظيفة عشان ما تفهموش الموضوع غلط والآن شوفوا النتيجة النهائية ما شاء الله مستوية وما طولتش حتى بالفرن عن جد كتير زاكية ولذيذة يعني مع الشاي بالمرمية يا سلام طعم ولا أروع من هيك، وهيك بقدر أقولكم خلص فيديو تاعنا استنوني بوصفة جديدة والقادم إن شاء الله أجمل، بتمنى منكم عن جد تحطوا تعليقات حلوة، اسمعوا لي هالأمور شو بيحكي عن الكيك.